اسمي خلود عطار. أنا ندى حكيم. أرام جباني. اسمي مها الخلاوي. اسمي زهر السيد. أنا ماريا مهدلي. أنا مرام طيبة. أنا اسمي فاطمة ناغي، وبكل فخر أنا خريجة دار الحكمة. بدأت شركة رمان It's a media and publishing company لما كان عمري 19 سنة. كنت بدرس في جامعة، بعدها فتحنا مجلة Destination في جدة والرياض والشرقية. I co-founded The Loft 6 years ago. The Loft is a creative studio. من 10 سنين بدأت مجلة اسمها ديزاين ودخلت في عالم التصميم. باختصار أنا ستايلست وخبيرة موضة ومظهر. مؤسسة شركة هلا وغلا لبطاقات المعايد العربية. I'm a branding stylist by day and a fashion designer by night. أنا كتبت وأخرجت فيلم اسمه لا تروح بعيد، وحالياً حيعرض في ركن الأفلام القصيرة في كان مايو 2018. إيش تعني لي دار الحكمة؟ على طول مفروض تحس بالقلوب تخرج مني، لأنه يعني زي دار الحكمة ما تلاقوا. دار الحكمة was my school. دار الحكمة was like home. دار الحكمة بالنسبة لي أعتبرها بداية جديدة. دار الحكمة تعني لي أصدقاء العمر، فرح، دموع، experience. فتحت لي أبواب مرة كثيرة. دار الحكمة بالنسبة لي تعتبر نقطة انطلاقي واكتشافي للحياة والحياة العملية. دار الحكمة هي مدرسة الحياة. دار الحكمة بالنسبة لي كانت نقطة تحول من إحساس بعدم الانتماء إلى الانتماء، وإحساس بأنه ما كنت عارفة مكاني إلى أنه لقيت نفسي. وإنتو 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 إيش دار الحكمة بالنسبة ليكم؟ وإنتو دار الحكمة إيش بالنسبة ليكم؟ إيش بالنسبة لكم دار الحكمة؟